غنمشيو لابيسيو غادي نبقاو فيها 24 ساعة. عرفتي واش مزيان؟ بقى لينا خيار واحد. يو دابا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا ان شاء الله جبت لكم واحد الفكره واعره بزاف. وهذه الفكره هي تحدي 24 ساعه في المسبح. يعني خاصنا نمشيو للبيسين وخاصنا نبقاو فيه النهار كامل 24 ساعه بلا ما نخرجوا منه، وخاص نديو معنا كاع داكشي اللي خاصنا. هذه الفكره واعره بزاف، كتبها لي واحد الدري في الكومونتير، والكومونتير ديالو جمع بزاف لي جيم، اكثر من 1500 جيم. وانا نقول مع راسي خاص ضروري ندير هذه الفكره، لهذا غندير لكم التحدي. هذا الفيديو متحمس ليه بزاف بزاف، ولكن قبل ما نبداو ما تنساش خلي معكم واحد لايك، نحاولوا نوصلوا الفيديو ل 20000 لايك قبل من 24 ساعه، وتابونا في لاشين اكتيفيو لاكلوش ونبداو هذا التحدي. ما غاديش نبداو دابا حيت ديجا دابا صدر العشيه، غادي نبداو ان شاء الله غدا الصباح. اما دابا غادي نمشيو غنتقداو داكشي اللي خاصنا، حيت كما كتعرفوا هذا التحدي هو تحدي 24 ساعه في المسبح، يعني خاصنا نباتوا في البيسين، يعني ضروري خاصنا شي حاجه اللي غادي نباتوا فوقها هي اللي غادي نمشيو نشريو دابا. يلا صباح الخير. صباح الخير متى moments later more moments later السلام عليكم. صباح الخير عليكم. دابا 12:30 وصباح الخير عليكم. المهم بقينا واحد شويه معطلين، دابا تقريبا 12:30 كما قلت لكم. دابا غادي نبداو التحدي ديالنا ديال 24 ساعه في المسبح. غادي نمشيو للبيسين، غادي نبقاو فيه 24 ساعه نهار كامل، وغادي نخرجوا منه ان شاء الله غدا مع 12:30. التحدي كيبان سهل ولكن غادي يكون صعيب، فدابا غنوريكم داكشي اللي غندي معايا اللي غادي يخصني باش نبقى في البيسين 24 ساعة. أول حاجة غندي معايا واللي هما اللايتين، لأن التحدي فيه 24 ساعة، يعني غنصورو بالليل فضروري نديو معانا اللايتين ها هما. ثاني حاجة وأهم حاجة واللي هما هذه مهمة بزاف، لأن امبوسيبل نباتو بالليل والبرد وسط الماء، فغنديو معانا هذه وغنديو مانطا وغنجلسو هنا وغنديو معانا حتى هذه ها هي. وهنا كاين بعض التخربيق غندي معايا، المهم كونفليكس اندومي، وهنا واحد تاكوس ضروري من تاكوس نتغداو به حطوه هنا، وغنديو معنا واحد برينغلز حطوه هنا. المهم شي خربيقات وصافي. كنظن ان هادشي اللي خاصني باش نديرو هاد التحدي، واي حاجه نسيتها او اي حاجه خصاتني فكاين معايا خويا حمزه وكاين معايا زياد غادي يجيبوهم ليا. المهم التحدي هو التحدي، غادي نبقى في لابيسين 24. وباش تاكدوا على انني ما غاديش نخرج من لابيسين، غادي نحط لكم كل ربع ساعه ستوري في الانستغرام ديالي اللي هو هذا، وغادي نحط معاه التوقيت، هكا الناس الانستغرام غادي يبقاو مراقبين التحدي من الاول حتى الاخر. وبطبيعه الحال كاين جوج الاسباب اللي غادي يخلوني نخرج من لابيسين، واللي هما راكم عارفينهم. دابا خوتي كما كتشوفوا ها هي اللعيبه، خاصنا نفخوها ديما كنسى البومبا، ولكن عندي واحد الحل. على سيزيات يلا سير على سيزيات صافي 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 اسموت لينا صافي اسحب
تبارك الله على السيدي زياد واقف معايا السي اسامه الكاميرا مان. دابا خوتي غادي نبداو في التحدي ديالنا، غنمشيو لابيسي وغادي نبقاو فيها 24 ساعه. دابا تقريبا 12:45 وبداو التحدي ديالنا. ملي كنتفكر انني غادي نبقى في لابيسي 24 ساعه الفكره بوحدها كتخلع. دابا خوتي كما كتشوفوا وصل الفطور، دابا غادي نفطروا ومن بعد غنشوفوا شنو يمكن نديروا النهار كامل في هذا لابيسي. صراحه ما عندي حتى شي فكره، ما عرفتش شنو غندير، ولكن غادي نقلبوا وغنلقاو شي حاجه. دابا نفطروا. دابا خوتي من بعد ما كملنا الفطور جاتني واحد الفكره، واللي هي انني نحط لكم واحد ستوري في الانستغرام ونقول لكم تعطوني اقتراحات ديالكم اللي نديرهم في لابيسين باش ندوزوا الوقت. دابا يلاه بدينا، تقريبا داز ربع ساعه ومليت. داز ربع ساعه وحده ومليت، كي غندير بقى 23 ساعه و45 دقيقه. الملل ديال الصح. لهذا بغيت نقترح عليكم واحد الاقتراح، واللي هو كتبوا لي الاراء ديالكم شي حاجه نديروها باش ندوزوا الوقت. فغتلقاو هنا البوست، كتبوا لي واحد التحدي وصلنا في انستغرام باش ندوزو به شويه الوقت، واللي هو غنحطو هذه هنايا هنا وغنحاول ندير واحد فليب اون اغيير وغنحاول نجي فيها نيتها. زقلتها باقي باقي صعيب بزاف. بعيدة محاولة رقم 10 وما عرفت شحال 11. اه شفيع وكفو شفيع وكفو. التحدي الاول داز بنجاح واخا كان صعيب درناه. دابا غنحاول نشوف ستوري وغنشوف شنو هما التحديات اللي اقترحتهم عليا من بين الافكار اللي وصلوا لي في الانستغرام اللي غادي نديرهم باش تلاو شويه الوقت، واللي هي اننا غنتسابقوا في لابيسين وغنشوفوا شكون غيسبق فوق الماء وتحت الماء. يعني غنمشيو كنتساقوا فوق الماء وغنمشيو غاطسين تحت الماء وغنشوفوا شكون يسبق. يلا نديرو التحدي. التحدي اللي غنديرو واللي هو سباق تحت الماء، غنمشيو غاطسين من هنا حتى ل وغنشوفوا شكون غيسبق. لا حول ولا قوة الا بالله. غشاشة زياد، غشاشة أسامة زياد. علاش مشى فوق الماء؟ ايه هو الثامنية. زياد هو اللي خسر. غشيشي اوماي وا مو شين دايرو ناني 2020 2020 دابا خوتي تقريبا 2:30 وقيت الغداء، غادي نتغداو، ولكن قبل ما غنتغداو ضروري خاصنا نقادو واحد الحاجه اللي غنتغداو فوق لابيسين. وهاد البلاصه كما قلت لكم راه تابعه لابيسين، محسوبه على لابيسين. السلام عليكم. واخيرا جابوا لي الدراري الغداء، دابا غنتغداو، جاني الجوع بزاف، ولكن كاين واحد المشكل انا غادي نوري لكم. اجوا معايا كما تشوفوا الغداء هو هذا. ها المشكل فين كاين؟ ها المشكل في عمركم شريو دبول مع تاكوس. اخيرا هاي جات منادا ودابا نقدو نتغداو. دابا غادي نحاولوا نتغداو لابيسي. بسم الله. دابا خوتي غادي نتغداو اكثر غدا مكرفص بالتاريخ هو هذا، يعني ماشي جالس على خاطري، جالس جلسه ماشي هي هذيك. غنتغداو نقولوا بسم الله. جينا لهاد البلاصه اللي فيها الحد باش نتغدا على خاطري، حيت لهيه كنت مكرفص ديال بصح وما كنتش فراحتي، فهنا كنظن سيميا احسن من لهيه. نقولوا بسم الله ونكملوا غدا. دابا الدراري كنتخيل بان الله دازت تقريبا خمسة سوايع ومليت فيها ديال بصح ما كاين ميدا في لابيسين. درنا تحديات وعمنا ولعبنا وباقي النهار طويل بزاف،
كي غنديرو تنكملو هاد النهار والله ما عرفت. التحدي كيبان سهل ولكن صعيب بزاف. السلام عليكم. زادت لكم دابا تقريبا 6 اقسم باقي الحال بزاف باش نكملوا 24 ساعه عيش وجاي البرد والتحدي باقي ما سالاش. كما كتشوفوا باقي جالس في هذه البلاصه هذه اللي هي تابعه لابيسين، يعني باقي في التحدي ديالي انني باقي في لابيسين. فدابا اللي كنفكر انني شنو غندير بالليل ملي غادي يكون البرد بزاف. ديجا دابا كاين البرد وبالليل غادي يكون البرد اكثر، فكيفاش غادي ننعس هنا في هذه البلاصه وسط الماء؟ حد الان باقا ما عرفتش وما عندي حتى شي فكره كي غندير. الا ما قديتش غادي نقول لكم بكل صراحه، نقول لكم ما قديتش، والا قديت غتشوفوني شنو غندير باش غنبات هنايا. درت جميع الحوايج باش نتلاها باش ما نحسش بالملل فهاد لابيسين. حاولت ندير تحديات، حاولت نقرا كتوبه، حاولت ندخل اليوتيوب نتفرج فيديوهات، ولكن والو، الوقت كيدوز ثقيل بزاف. فدابا غادي نكمل القرايه ديال واحد الغومون بديتو قبيله وغنحاول نكملو دابا بيد ما وصل الليل. غنتعشاو ونفكروا شنو غنديروا وكيفاش غننعسوا في لابيت. شوف التايم لابس اللي صورت لكم قبل، بقينا في لابيسين حتى ظلم الحال ودابا خرجت منه. غنحاول نشف راسي كما كتشوفوا، حيت دابا جاي اصعب مرحله واللي هي غنقادو الناموسيه اللي غنعسو فيها الليل كامل في لابيسين. اجوا معايا كما كتشوفوا، غنحاول نشف هذه مزيان باش غنستعملها كناموسيه، وماشي غير هذه، غنستعمل حتى هذه حتى هي، غنحاول نشفها مزيان حالا. وماشي غير هادشي، غنلبس تريكو ديال الصوف حيت كاين المود ديال البرد. فدابا غنلبس تريكو ديال الصوف كما كتشوفوا، لبس تريكو دابا كنحس براسي مزيان، ولكن هادشي ما كافيش. حاجه اخرى هاي مانطا، هادشي كامل غنحاول نديرو باش نقد نبقى الليل كامل هنايا. دابا تقريبا العشرة ودقيقه، تقريبا العشرة بيلا غندخلوا لابيسين وغنحاول نباتوا فيه الليل كامل. زيانا كزير ولا ندير العكس؟ احسن كيبان لي غندير بحال هكا احسن. دابا غنشعلوا هاد اللايتين هادي فوالا باش البيسين يبان مزيان. دابا اصعب مرحله اللي هي غنتكاو في الناموسيه وغنحاول ندخل لابيسين. خاص الماء ما يدخلش ليا، يدخل لي الماء اكبر 5 5. بسم الله، بشويه 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 اصلا. بلاتي 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 كاع، حاول تفيكس راسك وانت لا بلاتي. ها فيكم هادشي مزيان، سير يلا 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 يلا. تنشوف غادي تقلب؟ لا لا، ما مكيليبرياش، تبان لي في الكاميرا ما مكيليبرياش. قام 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 زيد، خرج خرج زعما ماشي هو هذاك، هادشي ماشي هو هذاك. دابا خوتي كما شفتوا الفكره الاولى ما تصدقاش لينا، تريكو فزق لي من هذه البلاصه، ولكن ماشي مشكل، غنفكروا في الطريقه الثانيه. فكرت نستعمل هذه نحطها هنا، ولكن شويه كبيره ما غتجيناش، غنبدلها بالزربه. غنديروا هذه البلاصه هذه خايف منها. اه هزت هذه تعب شويه، هذه اصعب مرحله. كملوا هذيك، هي هذيك هي الاولى. سير سير اوب 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 اوب. ووو قامت العملية بنجاح، تغطى مزيان، يضربك البرد. لا خطيرش ليك اصاحبي.
الفلاش ديال السكي تما المسح شويه. كما كتشوفوا اخوتي اخيرا ها حنايا بلا بيسين متكين تغطينا لبسنا الحويج وباقي فيه شويه البرد. دابا غادي نحاول الناس دابا تقريبا 10 و ربع غادي نحاول الناس وغنشوفوا واش غايجيني الناس ولا لا. كما كتشوفوا اخوتي الماندا ها الجلسه هادشي كنحس بيه ماشي هو هذا كتقلب بيه في اي لحظه. انا ما كنضمنش انني غنقلل كامل انا جالس هنايا وما نتقلبش في الماء. الا تقلبت مسامحه ايوا هادي سانك سانك مومنتس ليتر. المهم الدراري اسامه تعاني من الدوار اللي تيجي للبحر دوار البحر واقترحت عليه باش يشرب شي حاجه ولا ياكل شي حاجه فيها الحلاوه ولي تجي الجوع. اذا انا جبت ليه شي حوايج غادي ندفعهم ليه في الفلوكه. هانتوما الدراري جبت لي قرعه ديال الماء بيمو مناضه الدراري شي هاني غتوصل عندك شي بعد دوخه بزاف صح هذاك دوار البحر هذاك يجي للبحاره مبتدئين. دابا كاين جوج احتمالات. الاحتمال الاول غادي نحاول نبقى الليل كامل ونعس ولكن كان واحد المشكل واللي هو جاني الدوخه هادشي كيلعب بيا جاتني الدوخه غنحاول نستحمل. الا ما قديتش غادي نضطر انني نعس وسط الماء يعني غادي نحيد هادشي كامل غنحيد حويجي وغنسيب وسط الماء والموت البرد والماء بارد وغادي نحاول نبقى الليل كامل. الا ما قديتش غادي نقول عليكم وغادي نمشي نكمل الليل كامل بلا شومبر ولكن غندير كامل مجهودي باش نكمل هاد التحدي ديال 24 ساعه في المسح. فخليكم معنا وشوفوا شنو غيطرى. دابا تقريبا شي جوج ديال السوايع واسامه متكي هنايا ما قديتش نكمل بالرجوله ديال ويلي زعما اصلا دخل لي الماء المنطقه فاتك كما كتشوفوا غنحيدها كامله في زكاز تريكويه كامل في زك شورت كامل في زك تلاح كيبان لي ما كاينش حل غنتلاح. بقى لينا خيار واحد تريكو ثقيل البرد صاحب البرد. دابا كنحس براسي مزيان احسن من قبيله بألف مره لهذا نقد نقول لكم دابا نقد نكمل الليل كامل هكا ماشي مشكل. كاين واحد شويه البرد ولكن غنحاول نصبر وغنحاول نكمل الليل كامل هكا. دابا تقريبا 12 ونص مابقاش بزاف باقي الليل كامل وباقي الليل. المهم الدراري انا هبطوا نواسي واسامه ما نخليوش بوحدو يعاني هبطوا نعانيو معايا واحد شويه. دابا تقريبا 3 ونص بالضبط. شحال الساعه حمزه؟ 3 اتيفون كار. كما كتشوفوا الى بال لكم دابا تقريبا 3:41 دقيقه. كما كتشوفوا زياد رداه النعاس ما عرفتش كيفاش تنعس انا عييت من حاول ما جانيش النعاس. نفيقوا بواحد الحركه شويه لا زدت لنا كاميرا زياد. دابا تقريبا 4 قلقسمين ديال الصباح المود ديال البرد شوف يديك كيفاش ولاو. صراحة ما قديتش نزيد نصبر لهذا غادي نكيتيو التحدي واحد 4 السوايع غنعسو في لاشومبر ديالنا ومن بعد غنرجعو مع 5 الصباح او 6 الصباح باش نكملو التحدي. يخ طفات اللايتين صباح الخير. يلا فقت دابا تقريبا 7 وثلث باقي ما فطرش وغادي نمشيو غنكملوا التحدي ديالنا تحدي 24 ساعه في لابيسين. البارح حبسنا التحدي مع 4 قلقسمين ونعسنا مع 4 ونص تقريبا فقت الصباح مع 7
ودابا غادي نمشيو نكمل التحدي. ما بقيتش قاد النوم، عيان دابا بصح، فغادي نصبر واحد شويه حتى 12. دابا كما قلت لكم تقريبا 7:30، بقى لينا حتى 12:30 تقريبا، 5 سوايع غنحاولوا نصبروا. التحدي كيبان سهل ولكن كما شفتوا التحدي صعيب بزاف بالرجوله، صعيب والله يجا صعيب. المهم الدراري اسامه خلينا في البيسين، غنقادو ليه الفطور ديالو، غادي ناخذو ليه من هاد البلا وغادي نديوه ليه، غادي نحاولوا نصايبو ليه واحد شويه. كما كتشوفوا الفطور جا حتى لعندي، كنشكر حمزه وزياد اللي جابوه ليا، شكرا لكم. عز من بعد ما فطرنا بقينا في لابيسين واحد شويه، دابا تقريبا 11:30، يعني بقى لنا ساعه وربع ونخرجوا من لابيسين ونسالوا التحدي. هاد الساعه غندوز بالزربه وغنخرجوا من لابيسين بالزربه، التحدي قريب يسالي. اخيرا دابا تقريبا دابا 12:45، هاد الساعه وهاد التوقيت كان حماق عليه من الصباح وانا كنتسنى يوصل باش نخرج من هاد لابيسين اللي بقيت فيه تقريبا اكثر من 20 ساعه. تقريبا نجحنا في هاد التحدي، التحدي كان صعيب بزاف كما شفتوا، ولكن الحمد لله خرجنا من لابيسين. لابيسين باي باي، فطرت فيه وتغديت فيه وتعشيت فيه وعاود فطرت فيه. باقا اخوتي يكون التحدي سهلة والفيديو حتى هو سهلة، وصلنا لفاضل الفيديو جايزكم عجبكم، إذا عجبكم ما تنساوش معكم واحد لايك، تأولوا في لاشين، فرجوا الفيديو مع أصحابكم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وهادشي اللي كاين، نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله، تالاو.